للتواصل مع زفان الخط الساخن 71106 111. بأول الأسبوع رجع إلى لبنان عشرات اللبنانيين الناجين من أعصار إيرما اللي ضرب ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة والجزر والدول المحيطة بالأطلس. الأعصار هو الأقوى من حوالي 100 سنة وخلف دمار كبير، واليوم يوصف بأنه أعصار تاريخي. من الناجين اللي وصلوا إلى لبنان برحب الليلة براغب وقصي جابر. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لحضوركم. جيتوا من البقاع الليلة لتكونوا معنا وتشاركوا معنا تجربتكم بهذا الموضوع. سيد راغب، حضرتك هربت من اعاصير لبنان لتعلق بهالاعصار بالاطلسي، حضرتك عايش من سنه تقريبا بجزيره بريتش فيرجن ايلاند بالكاريبي شرق بورتوريكو، وبتشتغل مع قريبك هونيك بمجال تحليه مياه البحر بالضبط. وقصي عمرك 20 سنه وانت بالفيرجن ايلاند من 13 سنه، يعني من لما كان عمرك 6 سنين وعائلتك هونيك من شي 17 سنه. رح بلش من عندك سيد راغب، يعني إذا بدك توصف لنا شو يعني واحد يكون بعصار وشو صار معكم؟ كوصف بالمية مية شو اللي صار يمكن ما بتقدر توصفه. يعني بعدني عم بحكي أنا والشباب إنه مثلا بتنام ساكن ببيت أو عندك شغل أو عندك عائلة أو شيء، بلحظة يمكن برمشة عين بتوعى ما بتلاقي شيء. بطير يعني؟ ما بضل شيء نهائيا. قوة الهواء كانت تقريبا 400 كيلو متر بالساعة، فأي إنسان بس يتصور قديش القوة وشو اللي ممكن تعمله. المصلحة اللي كنا عم نشتغل نحن فيها أكيد ماشينات مي، أنا وديت لك صورها، ما ضل منها شيء، تدمرت، البيوت اللي كنا فيها طارت لأنه سقفياتها كلها ما في كونكريت، حتى الكونكريت الحيطان بتير. أنت صار لك سنة هونيك؟ أنا صار لي بالضبط تقريبا 9 شهور، ما صار لي سنة. يعني أنت تركت هون لتروح تريح راسك؟ بالضبط، يعني مثل ما بيقولوا اللبناني بيلحق مطرح رزقه، لأنه هون الحمد لله الرزق صار كل الناس بتعرف. نصيبنا هيك. نعم، قصي أنت صار لك أكثر يعني كل هالسنوات، يعني كنتوا متوقعين هالأضرار وهالنتائج، وكيف عشتوا؟ هي كل سنة بيجي أعصار بس والله مرة جاي هالقد قوي. نعم. احنا سمعنا عنه وقوي دغري. حطينا خشب وحديد على الشبابيك و ما نفع. ماشي نفع. المكان قوي. نعم. وأنتم كان عندكم شيء بديل من أنكم تجوا على لبنان؟ عندكم جنسية مثلا؟ جنسية نحن هونيك الشغلة بهالبلد أنه بتاخذ 20 سنة لتاخذ جنسية. نعم. ما عندناش ولا شيء، ما عندنا الباسبور اللبناني. نعم، وانتم قرايب وعايشين هونيك وفي يعني في ابن عديلي بيكون بالضبط. وفي جالية لبنانية، في كتار لبنانيين، قد ايه عددهم تقريبا؟ بيطلع شيء 100 بحدود 100 شخص تقريبا لبنانيين. هلا أكترية الرجال ضلت هونيك، إنه عم بيحكوا هلا عن تعويضات ما تعويضات، بدنا نشوف. بس نعم. كل النسوان والاولاد اجوا لهان. نعم، وانتم راضيين عن تصرف الدولة اللبنانية والحكومة طبعا اللبنانية؟ يعني نحن متشكرون كتير. بالنهاية ما ضل قدامنا ملجأ، وبالنهاية كل شيء راح، يعني حتى لأنه المنطقة اللي نحن فيها إجمالا الكاش ما بيتعمل، كله بالكريدي كارد. نعم. والمال اللي عنده مال كله بالبنوك، البنوك طارت، واللي انسرق يعني ما بكفي الآثار كمان سرقة بالطبع. المساجين اللي طلعت من السجن تقريبا محدود 100 سجين، سرقة وقتل واغتصاب وشو بدك تحكي. وبعد هذا كله كمان بعد الاعصار اجى كمان طوفان بحدود المتر ونص مي، يعني قضى على اللي كان متبقي. يعني حسيته قيامه وقامه. بالضبط كان يعني مثل حرب، وصار في مشكله امن، مشكله سلامه كبيره. نعم. انه الحبس دمر اكثر من 100 واحد طلعوا. نعم. قتلوا واحد، اغتصبوا 2، وحده عمرها 13 سنه. كل المحلات انسرقت، في محلات مثلا زمطت من الاعصار بس رجعوا فاتوا عليها وسرقوها كلها. كسروها وفاتوا سرقوها. نعم، نحن رح نتابع قصتكم بعد شوي بتفاصيل اكثر لنعرض كل هالمشاهد اللي عشتوها بالحلقه المقبله من بلا طول سيره. بدي اشكر مجيئكم، استراحه سريعه ومن بعد هالاستراحه نجمت الحلقه الاولى بافتتاح الموسم الرابع الملكه رهف عبد الله. بلا طول سيره مستمر معكم بعد الاعلان.